احتياطات ضخمة من الغاز والسوائل، والمشروع هيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمشهد الطاقة في مصر ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع. إيه اللي بيحصل في الدلتا وإيه حكاية الكنز المصري الجديد اللي هيقلب موازين الطاقة في العالم والمنطقة؟ بانكير، نبض البنوك. زي ما احنا عارفين، مصر بتولي اهتمام كبير لاكتشاف ثرواتها على مستوى الجمهورية ضمن رؤية 2030، ومن بينها تحويل مصر لمركز عالمي للطاقة والغاز. وعشان كده خرجت حوالي 35 منطقة امتياز للحفر لشركات عالمية شهيرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ويظهر ان الاخبار الحلوة جاية في الطريق، وإن في بشاير ضخمة للغاز في مصر قالت عليها التقارير الدولية اللي هتغير سوق الطاقة في مصر وهيحل مشاكل العملة والأزمات الاقتصادية، وكأنها هدية من السماء في الوقت المناسب. لكن إيه بالظبط الحكاية؟ شركة إيني، وهي عملاق النفط والغاز الإيطالي في العالم وهي نفسها اللي اكتشفت حقل زهر، أعلنت عن بداية حفر بئر أوريون إكس 1 في منطقة دلتا النيل البحرية في مصر، مستهدفة احتياطات هائلة من الغاز والسوائل كجزء من حملة حفر بقيمة 1.8 مليار دولار. وحققت شركة إيني إنجاز هام في 10 أكتوبر لما بدأت عمليات الحفر لبئر استكشاف أوريون إكس 1 في رخصة استكشاف شمال شرق حابي الواقعة في دلتا النيل البحرية. وإيني بتعتبر بئر أوريون إكس 1 عنصر حاسم في المبادرة الاستراتيجية، لأنها بتستهدف هيكل تبشيري رباعي الاتجاهات بيتمتع بإمكانيات هائلة. وبتشير التقييمات الأولية إلى أن البئر بيحتوي على ما يقدر بعشر تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و 400 مليون برميل من السوائل القيمة، وده بيعزز طبعاً مكانته كأصل واعد جداً. وبتشارك سفينة الحفر سايبيم سانتوريني المجهزة بأحدث التقنيات في عمليات الحفر على عمق مياه صعب بيصل ل 730 متر، والمسعى إن ده جزء من خطة مصر الطموحة جداً لدفع قطاع الطاقة إلى الأمام من خلال حفر حوالي 35 بئر جديدة للتنقيب عن الغاز وتطويره في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية خلال العامين المقبلين، وفقاً للي ذكره موقع أويل أند جاز ميدل إيست. وبيمثل بئر أوريون إكس 1 وحملة الحفر الأوسع استثمار هائل بميزانية مذهلة بتبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي مخصصة لدعم عمليات التنقيب. وتولد شركات الطاقة العالمية الرائدة زي إيني وشفرون وأكسون وموبل وشل وبي بي زمام المبادرة عشان يدفعوها للأمام ويستثمروا في مصر بمجال الغاز. والشركة الإيطالية متفائلة بتحقيق إنجازات أكبر من حقل زهر في أماكن الاستكشاف الجديدة، وده معناه أن مصر بتنتظر حدث عالمي في سوق الغاز هيكون بداية جديدة للانطلاق الاقتصادي وحل أزمة الدولار وبالتالي مشاكل مصر الاقتصادية. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.